موزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. يا شرف ديكتك هي مشيئة الله إن لله وإن إليه راجعون كل نفس ضيرة الموت رب يرحمه ينامه. وشكرا لكم على حضوركم اليوم لتوديع رجل من تينة الرجال العظماء من تينة الرجال اللي عندهم صوت الحكمة والعقل، رجل طيب المعاشرة، رجل صاحب القلب المفتوح وترك انطباعا جيدا لدى كل السياسيين وكل حتى الشخصيات الوطنية في تعامل في طبيعة الحال. وقت نقول بوالي المباركي، بوالي هو البشوش والإنسان اللي ما يطلعش العيب، الإنسان اللي يحاول يقرب من يجمع وما يفرقش. فهذه المواصفات هي عملة نادرة اليوم في ظل واقع تاع تحدي كبير جدا. وللأسف الشديد اليوم أنه في كل مرة نكتشفوا أني نخاف على تونس أكثر فأكثر، نظرا لأن الله عظم الله مصيبة الموت. ونشوف عديد شبكات التواصل الاجتماعي بدون حياة، وما نجمش نحكي على الأخلاق لأنه ما يكونش حتى ذرة من الأخلاق. واللي شفت السو تونس اللي كانت تتميز معناها بتصدير العلماء وفي المحافل الدولية وفي المؤسسات الدولية ومثال يحتذى به، واللي دولة الاستقلال استثمرت في العقول وتنوير العقول وتطوير العقول. ولكن للأسف الشديد شفت اليوم أن الفكر المتكلس، الفكر بتاع سفك الدماء وبتاع القتل وبتاع العنف مع جميع المستويات، اللي اليوم توانسيز القوى المدنية محبة للسلام محبة للخير والمحبة للحياة أن تتوحد من أجل أن إنقاذ البلاد من جراثيم معناها هؤلاء الفئة معناها اللي مدمتش التوانسة ومدمتش هذا المجتمع التونسي. الموت عبر لنا جميعا وهي طريق الناس كليك، ولا شماتة في الموت، وأن توصل البلاد في هذا الوضع الحرج الدقيق أنه في كل مرة معناها تنكشف معناها الأوضاع معناها أكثر فأكثر، وديمقراطية الفوضى هي ونهزتنا فهمني. فبالتالي الديمقراطية جاتنا فرصة باش نتعايشوا مع بعضنا ونبنوا بلادنا بأسلوب حضاري، نختلف ونلتقي لقاعدة الاختلاف في الرأي من أجل صياغة المضامين. ولكن للأسف الشديد اليوم هناك معناها حاجات اللي انكشفت اللي ما كناش نصوروها حتى في الخيال، وما كناش نصوروا اني جزء من الشعب التونسي بهذا الحجم تاع الشماته وتاع العنف وتاع قله الحياه قد ما قلت فيه. فربي يرحمه ينعمه وعنده عائلته موصل عائله مقابير، الاتحاد الكبير، الاتحاد قوه خير، قوه تجميع. فالحمد لله رب العالمين، ان شاء الله نلقوا احنا شكون يوصلنا معناها الى المتوان الاخير ويقف معنا. وعلي المبارك المثال يحتذى به اقل ما يمكن ان اقوله فيه. ان شاء الله اليوم في تأمين ومنها سعادكم خسالة الرجل في أبناء، وليس بمجال انه توفى، ولكن حقيقة الرجل وحقيقة مناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل والمناضلات فيهم الكثير والكثير معناها اليوم في حاجة لهم تونس، وفي حاجة لهم الاتحاد، وفي حاجة لهم القوى الاجتماعية والمدنية والديمقراطية في البلاد.